أهم أخبار اليوم في المختصر، أهلا بكم. إخماد أغلب الحرائق في المغرب مع توخي الحيطة والحذر، أكد فؤاد العسالي رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات أنه تم بشكل كبير تحويط الحرائق التي نشبت في إقليم وزان والعرايش وتطوان، بينما ما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على حريق النواحي شفشاون. كما ذكر المصدر نفسه أن مجموع المساحة المتضررة منذ مساء الأربعاء إلى اليوم بلغ 6600 هكتار. لقاءات تجمع قائد الجيش الإسرائيلي بكبار المسؤولين في القوات المسلحة الملكية. وصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى المغرب مرفوقا بوفد عسكري رفيع المستوى في أول زيارة رسمية يقوم بها، وتهدف هذه الزيارة إلى دفع العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين ومناقشة صفقات أسلحة بين الجانبين حسب ما ذكرت مصادر رسمية. رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يشيد بتنظيم كان السيدات في المغرب. وصف باتريس موتيسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كان السيدات الذي ينظمه المغرب بأنه أفضل نسخة في تاريخ الكرة الإفريقية. وحضر رئيس أعلى جهاز كروي في القارة السمراء إلى المملكة لمتابعة الأدوار الأخيرة للمسابقة. موجة الحرارة المفرطة تواصل إشعال الحرائق في غابات دول أوروبية. واصلت العديد من دول أوروبا الغربية مكافحة حرائق الغابات المدمرة نتيجة موجة حر غير مسبوقة وصلت إلى مستويات قياسية، وأجبرت فرنسا وإسبانيا واليونان والبرتغال على إخلاء مناطق بأكملها من السكان. نهاية المختصر، لمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.